سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك دكتور، كيف الحال؟ والله، بفضل الله نحمد الله عز وجل. أسأل الله يبارك فيكم. نبدأ دكتور؟ نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم وسدد على طريقي الخير والحق خطانا وخطاكم. أهلا وسهلا بكم في مدرسة المجدد التابعة لأكاديمية الرواد الإلكترونية. بإذن الله اليوم معنا المحاضرة الثالثة من مادة أصول الرد على الشبهات الفكرية، ويتفضل الدكتور عدنان بإلقاء المحاضرة الثالثة. نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، فليتفضل مشكورا مأجورا غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا الأخير في هذه المادة، أصول الرد على الشبهات الفكرية المعاصرة. كنا قد تحدثنا عن جملة من الأصول التي تعتبر قواعد مهمة في الرد على الشبهات المعاصرة. ذكرنا منها تعزيز اليقين بأصول الإسلام، أتبعناها بقاعدة أنه يجب أن نفهم الإسلام وفق فهم العرب الذين نزل فيهم القرآن، ووفق فهم الصحابة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتبعنا ذلك بقاعدة أنه يجب فهم حقيقة الإسلام وفق مراد الله عز وجل، وليس تبعا لهوى فلان وعلان. وكانت القاعدة الرابعة أو الأصل الرابع أن كل طعن يتوجه اليوم إلى أصول الإسلام أو ثوابت الإسلام، وقد توافرت دواعيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع ولم يرد من أعداء النبي، فهذا الطعن ساقط لا قيمة له. واليوم نقرر أن من أصول الرد على الشبهات وجوب بناء تصور الشريعة وأحكامها وفق النظرة المتكاملة إلى النصوص الشرعية، وليس عبر الاجتزاء والانتقاء، ووفق رد المتشابهات إلى المحكمات وليس المحكمات إلى المتشابهات. وهذه القاعدة وهذا الأصل من الأهمية بما كان، لأن أكثر الذين يثيرون شبهات نحو الإسلام نجد أنهم اجتزأوا من الإسلام ما يوافق أهواءهم، ولم ينظروا إلى الإسلام النظرة المتكاملة ليروا الصورة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلال شرعيته لهذه الأحكام، أو من خلال الأخبار التي حدثنا عنها. فإذا أردنا أن نفكك هذه الشبهات فعلينا أن ننظر نحن النظرة الكاملة إلى نصوص الشريعة حتى يتبين لنا وهاء وسقوط هذه الشبهات المثارة نحو الإسلام. على سبيل المثال، هناك من يقول اليوم حتى من المسلمين إن الجنة ليست حكرا على أهل الإسلام، بل الجنة لكل من يعمل الصالحات، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون بأن هذه الآية تدل على أن كل مؤمن متى آمن بالله عز وجل وبوجود رب لهذا الكون وعمل الصالحات، والصالحات حسب فهمهم الأعمال الإنسانية، أعمال الخير، أعمال البر بشكل عام، هذا الإنسان الذي يؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات، سواء كان يدين لله تعالى بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو يدين بالنصرانية، أو يدين باليهودية، أو يدين بالبوذية، أو يدين بالمجوسية، أو أي دين من الأديان، ما دام قد آمن بوجود الرب وعمل الصالحات فهو بنص القرآن الكريم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم أهل الجنة. هذا التقرير مجتزأ، وهذه نظرة لا شك ولا ريب أغفلت
كما هائلا من الآيات الأخرى التي ما راق لهم أن ينظروا إليها، وهذا نستطيع أن نعده من الأخذ بالمتشابه ورد المحكم. الذين قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء الذين ينتزعون من القرآن وينتزعون من السنة ما يوافق أهواءهم، هؤلاء أهل زيغ وأهل ضلال. لماذا نسي هؤلاء عشرات الآيات التي تقرر أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى، وتقرر وتنص على أن الذين كفروا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأن هذه الآيات وما أكثرها، وهي آيات محكمة لا تناسب أهواءهم، فأعرضوا عنها وأغمضوا عينهم عنها ونظروا فقط إلى آية واحدة نستطيع أن نعدها من المتشابهات ليقرروا أن الشرع وأن الإسلام لا يحصل الجنة بالمسلمين، وإنما يفتحها لكل من هب ودب. كثيراً ما نجد هذا الأسلوب، أسلوب اجتزاء آيات من القرآن أو أحاديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند غير المسلمين. لنأخذ على سبيل المثال أيضاً أن بعض النصارى يقول إن عقيدة التثليث موجودة عندكم في القرآن. كيف تكون عقيدة التثليث موجودة عندنا في القرآن؟ قالوا: لأن القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فتقرير القرآن لأن المنزل للوحي جمع إنا نحن ولم يقل إني أنا، فما دام أن القرآن يقول إنا نحن، هذا يدل على أن هناك آب وابن وروح قدس. سخيفة جدا هذه الشبهة وهذا الاستدلال، ترده اللغة العربية، ترده يعني الأذواق، ترده كل المعطيات العلمية التي يمكن أن يقف عليها الناظر في هذا الدليل. ينسون أن هذه الآية، لنفترض جدلا أنها متشابهة، وهي ليست متشابهة، لأن العرب يستخدمون نون العظمة. العرب يقول أحدهم عندما يتحدث بلهجة العظمة: نحن الرئيس، نحن الزعيم، نحن المسؤول. هذه اللغة معروفة، وحتى يومنا الحاضر نجد أن خطابات رؤساء الجمهورية بهذا الشكل، يقول: نحن رئيس الجمهورية نقرر كذا وكذا. فالله تعالى حين يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، جريا على لغة العرب في استخدام ضمير الجمع للواحد على سبيل التعظيم. لكن لننسى هذا ونقول لهم: هذه الآية رأيتموها ونسيتم عشرات الآيات التي نصت صراحة على أن التثليث كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. نسيتم أن الله تعالى في عشرات الآيات يقرر وحدانيته، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. نسيتم أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخر ما هنالك من آيات. لكن هذا نموذج من نماذج الاجتزاء ورد المحكمات والتحاكم إلى المتشابه. النصارى مثلا يقولون: القرآن يقرر أن عيسى ابن مريم هو روح من الله وأنه الكلمة، ويقصدون بهذا أنه جزء من الرب جل جلاله، وينسون أن الله تعالى وصف آدم عليه السلام بنفس الصفة. وصف ربنا سبحانه وتعالى آدم، وهم لا يختلفون معنا في أن آدم بشر وليس له أي يعني جزئية، وليس له أي صفة من صفات الرب، وليس هو جزء من الإله على الإطلاق. قال الله تعالى في القرآن عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا كانوا يريدون أن يقولوا إن القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إن هذه الآية تدل على أن عيسى هو إله وأنه جزء من الأقانيم الثلاثة لقوله تعالى وروح منه، نقول: هذه الآية نفسها تقول، أو هذه الصفة نفسها موجودة في آية أخرى عن آدم، حيث يقول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
فهل نفخ الله تعالى من روحه في آدم يجعله إلها؟ إذن كل البشر من بعده آلهة، وهذا لا يقول به عاقل على الإطلاق. لكن أنا أحببت أن أقول هذا نموذج من نماذج التحريف ومن نماذج بث الشبهات في المسلمين عبر الاجتزاء وعبر الأخذ بالمتشابهات وترك المحكمات. بعض المسلمين، وقد شاع هذا في عصر وللأسف الشديد، أرادوا أن يقولوا بأنه يجوز لنا أن نترحم على الكفار، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل رحمة الله سبحانه وتعالى. فكل ملحد وكل زنديق وكل مشرك وكل كافر إذا مات تجدهم ينعونه بعشرات العبارات التي يصفونه فيها بالشهيد، وبأنه في الجنات، وبأنه مرحوم إلى آخر ما هنالك. طيب، ما هو دليلكم وما هي حجتكم؟ يقولون لنا قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فأنتم حينما تقولون لا يجوز الترحم إلا على المسلمين، أنتم بذلك تحجرون رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف وقعت عينكم على هذه الآية مع أن تتمتها تبين أنها ليست مطلقة؟ قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، حصرها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للآخرة بالمسلمين. ثم هناك عشرات بل ربما مئات النصوص على أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأن رحمته سبحانه وتعالى في الآخرة لن تنال إلا عباده المسلمين وعباده الذين صدقوا الرسل ووحدوه واتبعوا أحكام شرعه. الله تعالى يقول في القرآن الكريم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. أولئك يئسوا من رحمته، لماذا هناك ورحمتي وسعت كل شيء؟ جعلتموها الآية الوحيدة في القرآن ونسيتم أن الله تعالى قال عن الذين ماتوا على الكفر أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نموذج من نماذج التحريف والاجتزاء. بعضهم يستدل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أن الدين الإسلامي هو دين السلام. سبحان الله، الإسلام دين السلام. طيب، نعم، الإسلام يدعو إلى السلام، لكن لماذا تنسون أن الله تعالى في عشرات المواضع يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ آيات ومن أحاديث تبين أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، إنه الاجتزاء من نصوص الشريعة. أختم هذا الأصل بشبهة يثيرها الكثيرون، أن الإسلام دين الحرية، وأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، وأنه سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبالتالي الإسلام يتيح للناس أن يكفروا وأن يلحدوا، وحرية العقيدة متاحة في الإسلام لكل أحد، وأنه حتى لو كان عندنا حكم إسلامي فلا يصادر على الملاحدة نشرف لإلحادهم، ولا على الكفرة ولا على الوثنيين، لأن الإسلام دين التحرر ودين الحرية ودين إلى آخره. لكن ينسون أن الله تعالى في نفس الآية التي يستدلون بها على تقرير حرية المعتقد يكملها فيقول سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا ليس تخييرا من الله تعالى، وإنما هو أسلوب من أساليب التهديد كما تقرر ذلك في اللغة العربية. وعشرات النماذج والأمثلة يمكننا أن نضعها في تحت هذا الأصل، لكم إن شاء الله أن تقيسوا على ما ذكرت. ثم من أصول الرد على الشبهات المعاصرة سؤال أصحاب الشبهات عن مرجعيتهم التي يستندون إليها في طرحهم للشبهات. والحقيقة أن هذا السؤال وهذا الأصل هو قاصمة ظهر الشبهات كلها، ما من شبهة إلا وستسقط حينما نرفع في وجهها هذا الأصل العظيم، أن نسألهم عن أين، أن نسألهم عن مرجعيتهم فيما يقولون، وسنرى بعد لحظات كيف ستتهاوى كل هذه الشبهات عندما تعرض على المرجعية، لأن المسلم مرجعيته الوحي، المسلم أرشده عقله في أحكامه البديهية والضرورية إلى أن الكون له إله عظيم، ودله عقله على أن هذا الإله كامل في صفاته، كامل في أفعاله، منزه عن كل صفة عيب أو نقص، وأن هذا الإله
أرسل رسله وأنزل معهم الكتب ورأى الناس بعيونهم براهين وحجج ودلائل أي شك في هذه الحقيقة الكبرى وهذا الأمر المحكم الجلي. من هنا نقول إن المسلم حينما ينقلب عليه الدليل ويقول له الذي يحاجه كما تسألني عن مرجعيتي أسألك عن مرجعيتك، أقول له شتان، أنا مرجعيتي خالق الكون، من يملك هذا الوجود ومن له حق في أن يقرر فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنت فمرجعيتك هي الهوى، ومرجعيتك ليس مما يتفق عليه العقلاء ولا مما يتفق عليه البشر، فشتان بين مرجعية من يلتجئ إلى الله تعالى ويأخذ منه أحكامه، ومن يرجع إلى الأهواء وإلى فلسفات الناس. من هذه المرجعيات التي يرفعها أهل الشبهات في وجه أهل الإسلام الأكثرية، يقول لك ما يتفق عليه أكثر الناس هو الحق. فمرجعيتنا الآن في مثلا تحليل الخمر أو تحليل الزنا أو شيء من هذا، هو أن الشعب صوت على بالأكثرية على أن الخمر حلال، ما صوت عليه الشعب أنه حلال يصبح حلالا، وما صوت على أنه ممنوع يصبح ممنوعا. نقول ومن قال بأن رأي الأكثرية ملزم للناس، ومن قال بأن رأي الأكثرية هو الحق؟ في مرات كثيرة رأينا أن أكثرية الناس هم بالحقيقة همج رعاع يميلون مع كل ناعق. واليوم نجد في أكثر البلاد حينما تطرح مسألة من المسائل تذهب الأكثرية باتجاه الباطل، باتجاه أهوائها، باتجاه من يرشيها أكثر، اختيار الحكام واختيار القوانين واختيار يعني عشرات الأمور لا يجري وفق دلائل وبراهين وعقل صحيح، وإنما وفق الأهواء وفق الشهوات وفق النزوات التي تعطى للناس. وبالتالي ما أحد من العقلاء يقول بأن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب. ولو أننا أردنا أن نجاري هؤلاء نسألهم على سبيل المثال، هتلر هو مجرم بامتياز، كل البشر يعرفون أن الرجل كان مجرما سفاحا. طيب ماذا نقول لمن كان يصفق لهتلر؟ كانت ملايين البشر تصفق لهتلر، فهل كان هتلر لأن الجماهير الكثيرة كانت تصفق له إنه على الحق؟ ولذلك نجد أن القرآن الكريم جعل الأكثرية في صف الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. البعض يقول بأن مرجعيته هي الفلسفة، ويعودون مثلا إلى أن أرسطو كان فيلسوفا، تعتبر نظرياته الفلسفية هي مرجع الناس لعقود أو بالأحرى لقرون من الزمن. طبعا السؤال، ما الذي يختلف عنه أرسطو، أو ما الذي يختلف بين ما الذي يختلف أرسطو عن أي إنسان آخر؟ يعني ما الميزة لأرسطو؟ هو بشر وغيره بشر، هو له عقل وغيره له عقل، إذا أتى هو بنظريات فغيره يمكن أن يأتي بنظريات، وهذا هو الواقع. بعد قرون من انتشار فكر أرسطو وفلسفات أرسطو جاء من نقد فلسفاته وجعلها في خانة السخف وفي خانة الهذيان. فيعني كلما أتى فيلسوف لعن الفيلسوف الذي سبقه. فالفلسفة لا تصلح على الإطلاق لتكون مرجعا حقا يرجع إليه الناس. على سبيل المثال الغرب الذي هو قبلة كثير من المنبهرين بالحضارة الغربية اليوم، كم من فلسفة عاقبت على هذا الفكر الغربي، في لحظة من اللحظات أله الكنيسة، ثم بعد ذلك ثاروا على الكنيسة وكفروا بها وأله العقل، ثم بعد ذلك أله المادة، ثم بعد ذلك عصر ما بعد الحداثة أله العبثية والفوضى. فأي فلسفة هذه التي يحيلون عليها ويعتبرونها مرجعا لهم في تقرير الحق والتمييز بينهم بين الباطل، وفي تقرير الخير وتقرير الشر؟ من المرجعيات التي شاعت وفتن بها الكثير من الناس نسبية الحق.
يعني يقول لك أنا لا أرد الحق الذي أتيت به، ولكن هذا الحق لا تستطيع أن تدعي احتكاره. نسمع عبارات كثيرة مثلا الحق المطلق لا يملكه أحد، ويقولون لا أحد يمتلك أو لا أحد يدعي امتلاك الحقيقة، ويقولون لنا الحق نسبي. فحقيقة هذه فكرة سخيفة، وهي ليست جديدة، وإنما كانت عند السفسطائيين القدامى، وقد ذكرها علماء المسلمين وقالوا هؤلاء السفسطائيون، بعضهم كان مصنف في صفة لا أدرية، لا يدري الحق من الباطل، وبعضهم صنف في صفة العنادية، أي أن عندهم عناد لا يقبلون حقا على الإطلاق، وبعضهم وهو الشائع في زماننا مصنف في خانة العندية، يعني يقول لك رأيك أنت حق عندك ورأيي أنا حق عندي. طيب في الخارج ما هو؟ في الخارج ما هو؟ إما أن يكون الحق عندي وإما أن يكون الحق عندك. يعني الآن إذا قلنا 1+1=2، هل هذا الحق هو عندي أنا فقط؟ وإذا يعني أردنا أن نرى هذا الحق خارجيا عني وعني، يكون 1+1=3 مثلا أو 5؟ طبعا يعني هذا ترده بديهيات العقل. نظرية نسبية الحق هذه مخالفة ومناقضة للعقل في بداهته، وبالتالي لا يصح التعويل عليها على الإطلاق. لنأخذ في مثالا يرد هذه النظرية السخيفة، لو أني أنا قاضي الآن وجاءني شخصان يحتكمان عندي، فقال أحدهم أنا أدعي أن المنزل الذي يسكن فيه خصمي هو لي، فأقول له ما هي أدلتك وبراهينك؟ يقول لي لا، ليس عندي أي براهين ولا أدلة. أقول لصاحب المنزل ما هي براهينك وأدلتك على أن المنزل لك؟ فيعرض علي الوثائق والمستندات والشهود وكل البينات التي تؤكد أن المنزل منزله. فأنا كقاضي لأني أرى نسبية الحق، أقول والله في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أعطي الحق لمن يحمل المستندات والأدلة، وأقول بأن الذي ليس في يده شيء لا حق له. الحق نسبي، وقد يكون البيت لك وقد يكون البيت لصاحبك. تخرب الدنيا، تخرب الدنيا بهذه النظرية السخيفة الباطلة. لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وخلق فيها حقا وباطلا، وقام الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والصلاح والفساد منذ أن خلق الله الكون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه إذن مشيعية ساقطة لا يعني تثبت عندما نفككها وعندما نضعها على المحك. ثم من الفلسفات التي يستندون إليها لإثارة الشبهات ولرد أحكام الشريعة ما يسمونه بتاريخية النص. يقولون نعم القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كتاب معجز وأوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القرآن انتهى بعصر الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت أحكامه مناسبة لذلك العصر، ولكن بعد ذلك تطور الزمان ولم يعد هذا الوحي وهذا الدين صالحا لأن يواكب العصور الأعصار والأمصار. وهذا للأسف يعني موجود ومنتشر بين كثير من مثقفي المسلمين، ويعني آثاره حتى وصلت إلى كثير من طلاب العلم الشرعي، وللأسف الشديد تجده يجد في نفسه حرجا وضيقا من كثير من أحكام الشريعة، ويريد أن ينقض عليها بشكل أو آخر، ويقول لك تطور الزمان وتبدل الأحوال ونحن أصبحنا في القرن 21 وعصر المعلومات وعصر كذا، ولسان حاله يقول إن الشريعة لم تعد صالحة كما نزلت لعصرنا. وينسى هذا الإنسان أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن ليس منتج بشري. يا جماعة لو أن القرآن كما تقولون بأنه منتج لعصر النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا بإمكان أي بشر يومها أن يعارضه. لماذا يتحدى القرآن الكريم كل أهل عصره ومن جاء بعد عصره وإلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يستطيع أحد أن يرد القرآن؟ كان معجزا في أسلوبه وليس هذا وحده، بل كان معجزا أيضا ولا زال في مضامينه. مضامين القرآن لا زالت معجزة منذ أن نزل إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا هذا أن يقال بأن القرآن هو منتج هو صالح فقط لعصر النبي عليه السلام، يعني هذا أنه منتج بشري، أنه منتج بشري. والحقيقة أن هذه الشبهة نفسها
كان المشركون الأوائل قد أثاروها ورب العالمين سبحانه وتعالى سجلها يعني في سورة الفرقان. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الشبهة من الكفار ورد عليها سبحانه وتعالى ويعني ضحضح. ثم بعد ذلك نجد من المرجعيات التي فتنت كثيرا من الناس الإنسانية، يعني يقول لك نحن لا يمكن أن نعيش بأمن ووئام وسلام، لا يمكن للبشرية أن تخرج من الحروب ومن الصراعات الدائمة ومن حمامات الدم التي تتنقل بين الناس وبين الشعوب وبين الدول وبين القبائل إلا إذا أعلينا راية الإنسانية، فنعامل الناس جميعا بمساواة تامة على أساس أنهم بشر. الإنسانية هي وحدها التي تصلح لحكم لتكون مرجعا للبشر كلهم، لا فرق بين بشر وبشر، الكل متساوون في الحقوق والكل متساوون في الواجبات. وخدع بهذه المرجعية كثير من الناس. والسؤال، ما هي الإنسانية؟ ما هي الإنسانية التي تدعوننا لأن نتمسك بها؟ ما يراه شخص ما إنساني يراه شخص آخر غير إنسان، وبالتالي أي الرؤيتين هي التي تحكم؟ يعني على سبيل المثال اليوم الغرب يرى أنه هو المتفوق جينيا على سائر البشر، لذلك يعني يرى من حقه من ناحية إنسانية أن يستعمر البلاد الأخرى. لنأخذ مثلا قمة التحضر اليوم عند البشر حينما أنشأوا منظمة الأمم المتحدة. منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لخمس دول حق الفيتو. السؤال، من الذي أعطى البشر جميعا اتفقوا على هذا أن هناك خمس دول لها حق نقض الفيتو في مجلس الأمن، من الذي أعطى هذه الدول حقا دون سواها؟ ولماذا كان هذه الدول لها حق النقد وغيرها ليس لها حق؟ فإذا هؤلاء من يدعي الإنسانية لا يستطيع أن يوحد الناس على نظرة واحدة إلى الناس، وتختلف كثيرا نظرة البشر بين أمر وأمر. على سبيل المثال كان صاحب نظرية السكان ومن ناحية إنسانية، يعني هو الآن يطرح نظريته وفلسفته ليس من ناحية عنصرية ولا من ناحية إجرامية، يطرحها من ناحية فلسفية، أن الواجب التخلص من كل البشر غير المنتجين، من المعاقين، من المرضى، من المشلولين، من يعني الذين يعني أصبح وجودهم عبئا في هذه الحياة. فهو يرى، هو يرى أن قتل هؤلاء هو من ناحية هو إنساني. فمن يعني كيف نرد عليه؟ كيف نرد عليه؟ هو يرى من وجهة نظره أنه إنساني، ونحن نرى أنه ليس إنساني. فلا تصلح الإنسانية على أن تكون مرجعاً للبشر، لأنها كما قلنا تعود إلى أهواء الناس، وأهواء الناس لا تنتهي. من المرجعيات التي فتنت كثيراً من الناس سابقاً ولاحقاً قضية العقل، يقول لك ما يقبله عقلي، أو بالأحرى أولاً يقول لك العقل هو المرجع الصالح ليحكم بين البشر. جميل، أي عقل تقصدونه؟ إن كان المراد بالعقل هو أحكام العقل البديهية فنحن مع هذا 100%، لأن هذا هو ما يميز الإنسان عن غيره، وبدون العقل ليس هناك تكاليف. الله تعالى جعل مناط التكاليف كلها على العقل، فإذا كان العقل موجودا ف لا شك ولا ريب يكون الإنسان مكلفا وإلا فلا. لكن العقل كلمة فضفاضة، هناك ما هو متفق عليه عقلا وهناك ما هو ليس متفق عليه عقلا. الذي يتفق عليه البشر جميعا هو معطيات العقل البدهية، معطيات العقل البدهية هذه وحدها التي يتفق عليها البشر، أما ما عدا ذلك من معطيات فتختلف بين بشري وبشري ولا تصلح لأن تكون مرجعا للبشر. فنقول لمن يقول نريد أن نجعل العقل مرجعية لنا، نسأله هل عقلك هو الذي نجعله مرجعية للبشر جميعا؟ يعني مرجع الكون كله
إلى عقلك أي شيء نريد أن نعلم هل هو صواب أو خطأ، خير أو شر، صلاح أو فساد، نعود نسألك من وجهة نظر عقلية عندك، هي هو الذي يحكم، أو أن يعني عقلي أنا وعقل كل إنسان وحده، يعني المرجعية ترجع إلى عقل فلان وعقل علان. طيب إذا كان المقصود أن يعود كل إنسان إلى عقله هو، فعقلي يختلف عن عقلك وعقل فلان يختلف عن عقل علان. لو جاء دخل علينا الآن شخص ومعه مسدس، لو دخل علينا شخص ومعه مسدس وقال والله يا جماعة عقلي يقول بأني سأقتلكم، أرشدني عقلي إلى أن أقتلكم، فهل نقول بأن حكم عقلي صواب؟ إذن هذه مسألة من الأهمية بمكان أن ننتبه لها. لو يعني تعذروني قليلا لأمنع الصوت الذي يصح، لحظة بس. بالغ الاعتذار عن هذا الخلل الذي حصل، وأعود إلى استئناف المحاضرة. قلنا بأن العقل الذي يقولون بأنه مرجعية للبشر، إذا لم يكن العقل بأحكامه البدهية فهو عقل يختلف بين إنسان وإنسان، ولا يصلح على الإطلاق أن يكون مرجعاً لمعرفة الخير من الشر والحق من الحق والباطل. ولكن لابد أن نؤكد على أننا نعم نحن من نقبل، بل بالأحرى نرى أن العقل هو المرجع الأول الذي ينبغي أن نحتكم إليه لمعرفة الحق من الباطل، لكن هذا العقل ببدهياته بأحكامه الضرورية، أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنه لا فعل بدون فاعل، ولا أثر بدون مؤثر، ولا يمكن أن نجتمع النقيضان، والعدم لا يخلق شيئا، إلى آخر ما هنالك من أحكام بدهية يعرفها الناس بفطرتهم. ونحن نتحدى، نعود ونقول ونثبت، نتحدى أن يكون هناك حكم شرعي واحد، أو أن يكون هناك خبر واحد من أخبار الشريعة مناقض للعقل. من المحال أن نرى حكما من أحكام الشرع مناقضا للعقل، وهذا الكلام أطلقه علماء المسلمين عبر القرون، ولم يستطع أحد أن يكسر هذا التحدي، ولم يستطع أحد أن يقول بأن هناك حكم من أحكام الشريعة مناقض للعقل في أحكامه البدهية، في أحكامه الضرورية. فبالتالي نحن أكثر من ينادي بتحكيم العقل البدهي، ونقول بدون عقل لا قيمة للبشر. نعم لابد أن نؤكد على أمر، وهو أن العقل الذي يدندن حوله كثير من الناس ويقدسه البعض إلى درجة أنه يجعله إلها من دون الله سبحانه وتعالى، نقول بأن هذا العقل إنما يدرك بحدود المعطيات الحسية، بحدود الحواس الخمسة التي تنقل إليه المعلومات، ولا يستطيع أن يحكم خارج عن نطاق المرئيات والمسموعات والمبصرات وما تنقله إليه الحواس الخمس. فهو يمكن أن يحار فيما يأتيه من أحكام الشرع أو من أخبار الشرع. الشرع والوحي يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. فنقول مثلا القرآن الكريم تكلم عن تسبيح السماوات والأرض، العقل لا يدرك، لا يستطيع أن يتصور كيف تسبح السماوات والأرض. القرآن الكريم تحدثنا أن النملة كلمت سيدنا سليمان عليه السلام، العقل لأنه ما رأى نملة تتكلم ربما يستغرب، لا يستطيع إدراك كيف تتكلم النملة. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الذئب تكلم وأن الجمل تكلم، يعني عشرات الأخبار الغيبية نعم العقل لا يستطيع أن يدركها، لكنها ليست مستحيلة. فالوحي هنا خرق عادة العقل، ولم يخرق حقيقة الأحكام العقلية، يعني هو لم يخرق الحقيقة وإنما خرق العادة،
حقرق العادة. عادة الناس أنهم يجدون أن الكلام من اختصاص البشر، وجاء الوحي وأخبر أن هناك من يتكلم غير البشر. فإذا نقول هذه الأحكام ليست مناقضة للعقل، وإنما هي مخالفة للعادات التي اعتادها الناس. ولعلي أشير إلى قضية كلنا يعني سمعنا من يعترض عليها، قضية مثلا الإسراء والمعراج. قضية الإسراء والمعراج يوم أن حدثت زمن العرب عدوها مناقضة للعقل، لأنهم قاسوها بمقاييسهم المادية في ذلك الزمان، وما كانوا يتصورون أن شخصا يمكن أن يركب على حصان ويقطع هذه المسافات الشاسعة ببرهة بسيطة من الزمن. طيب في ذلك الوقت قالوا بأن هذا مناقض للعقل. طيب تطور الزمن وجدنا أن وسائل الاتصال الحديثة جعلت الأمر عادي. فنقول يوم أن حصل الإسراء والمعراج إنما كان ذلك خارق لعادة الناس ولم يكن خارقا لعقلهم. وهكذا حينما نحدث الناس اليوم عن عذاب القبر على سبيل المثال أو نعيم القبر، يأتي شخص ويقول لك أنا فتحت القبر ولم أجد فيه لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، نقول له لأنك حكمت عقلك فيما لا يدركه. عقلك لا يستطيع أن يدرك خارج نطاق المعطيات الحواس الخمس، وأنت أردت أن تجعله وكأنه إله أحاط بكل شيء علمه. عقلك محدود وهو آلة من الآلات التي لا تستطيع أن تعمل خارج نطاقها. لو أني أنا الآن أريد أن أتذوق طعاما بعيني وأرى إن كان هذا الطعام مالحا أو حلوا أو حامضا أو فيه يعني مرارة أو شيء من هذا، لن تستطيع عيني إدراك هذا، لأن العين نطاقها فقط المرئيات. الأذن لا تستطيع أن تتكلم لأن نطاق الأذن ليس الكلام، وهكذا بقي الحواس الخمس. والعقل أيضا له نطاق يعمل ضمنه، أنه يحلل المعلومات التي تأتيه من الحواس الخمسة فقط، فما لا تصل إليه الحواس الخمسة لا يستطيع العقل أن يعطي فيها حكما. وعلى هذا الأساس كل من يقول لك أنا أرى أن هذا الحديث معارض للعقل، قل له عقل من؟ عقل من؟ وهل العقل فعلا يعني أحاط بكل شيء علمه؟ أحاط بعلم الغيب وبعلم الشهادة؟ فعلينا أن يعني نتواضع ونضع العقل في مكانه الذي لا يصح أن نخرجه عنه، حتى لا نتهم الشريعة بأنها أتت بما يناقض العقل وبمحالات العقول. إذن أعود أقول الشرع يأتي بما يخرق العادة وليس بما يخرق الحقيقة. طيب، ومن الشبهات التي يثيرها بعض الناس على كثير من أحكام الشريعة، قضية أو بالأحرى عفوا من المرجعيات التي يرجع إليها الناس لتحديد الخير من الشر والحق من الباطل والخطأ من الصواب، قضية الحرية. هم يقولون الإنسان يولد حرا ولا يستطيع أحد أن يقيد حريته. ونسألهم هل الحرية تصلح أن تكون مرجعا؟ الحرية المطلقة مثلا، إذا قلتم أنه تقصدون بالحرية الحرية المطلقة، نقول لكم إذا كان تدعون إلى الحرية المطلقة فإذا لا تستطيعون أن تنكروا على من يقتل غيره، لأنه أنتم قررتم أن الحرية حرية مطلقة. فأنا الآن إذا قلتم لي أني حر حرية مطلقة، فأستطيع أن أقتل من أشاء وأن أذبح من أشاء وأن أسرق مال من أشاء وأن أدمر بيت من أشاء، لأنكم أنتم قلتم بأنه الإنسان حر حرية مطلقة. وهذه حقيقة لا يقول بها أحد. قد يقولون لا، نحن إنما نريد حرية مقيدة، وأن الحرية التي تصلح أن تكون مرجعا بين البشر هي الحرية التي لا ضرر فيها. يعني يقولون أنت حر ما لم تضر. إذن هذه الحرية حرية مقيدة. من الذي وضع لها هذا القيد؟ يعني وما من الذي يحدد ما هو مضر وما هو ليس مضر؟ إذا اليوم الناس أو بعض الناس توافقوا على أن الإجهاض غير مضر، يقابلهم أناس آخرون ويقولون لك الإجهاض مضر. طيب نأخذ بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء؟ أساسا الآن الناس يختلفون في هذا الموضوع خلاف كبير جدا. الدول الكبرى ترى أن من حقها أن تغزو الدول الضعيفة وتأخذ خيراتها بحجة أنها حرة وأنها يعني تستعمر هذه البلاد وترقى بها. الشعوب المستضعفة تقول بأنه هذا ليس من حقهم وليس من الحرية التي
يصح أن يعتمدوا عليه. إذن لا تصلح الحرية على الإطلاق مرجعاً يرجع إليه الناس في تقرير الخير من الشر والحق من الباطل والخطأ من الصواب والصلاح من الفساد. لو قالوا لنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي نجعله مرجعاً لنا ونسألهم من الذي يلزمنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني ما هو فضل هؤلاء الذين وضعوا هذا القانون حتى أنا أخضع لهم؟ لماذا لا يكون هذا القانون مني أنا أو من فلان أو من علان؟ إذن لا يجوز، لا يمكن لبشري أن ينصب نفسه حاكما ومتسلطا وحاكما ومشرعا على غيره من البشر، ولا يمكن أن يحكم البشر إلا رب البشر جل جلاله، وهكذا تسقط هذه المرجعية المزعومة التي طالما تشدق به الذين يثيرون الشبهات نحو الإسلام. يقولون لنا المرجعية هي المساواة، المساواة بين بني البشر ينبغي أن تكون هي المرجع، وبهذا يرد هؤلاء الذين يرفعون شعار المساواة كثير من الأحكام الشرعية التي تتناقض مع هذا المبدأ، هي لا شك ولا ريب أنها دعوة خادعة خدع بها كثير من المسلمين وللأسف الشديد. ورأينا بعض الكتاب المنسوبين إلى الإسلام يقول الإسلام دين المساواة، الإسلام دين المساواة، هذا كذب، الإسلام ليس دين المساواة. نجد أن هناك تفاوت كبير جدا بين الأشياء في القرآن الكريم، ورب العالمين سبحانه وتعالى نفى المساواة في أكثر من مكان، قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله تعالى لا يقبل التسوية بين من يطيعه ويعبده ويخضع لأحكامه ومن يتمرد عليه ويلحد به ويعصيه ويسبه ويشتمه، محال محال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبالملموس المحسوس، إذا كنت أنت أبا لولدين أحدهما بار بك ويسمع كلامك وينفذ لك كل ما تحب ويسعى لإرضائك بكل الوفاء، والولد الآخر عاق لا يأتي لك إلا بالمصائب ويناكدك ويعاندك ويسيء إلى سمعتك ويسرق مالك ويخرب عليك، ثم قلت لهم يا أيها الأبناء أنا أسوي بينكما وأحبكما نفس المحبة وأعدل ويعني لا أفرق بينكما أبدا، ماذا نقول؟ هل نقول هذا يعني صحيح؟ أبدا ليس صحيحا، ولا يقبل هذا عاقل من العقلاء، وبهذا خراب الدنيا. يعني على هذا الأساس إذا كانت القضية بهذه الطريقة لا يصح أن نفرق بين مجرم وغير مجرم، وينبغي أن يكون كل الناس سواء كانوا يعملون الخيرات أو يعملون الشرور بنفس المستوى. لماذا لا نقبل نحن أن نسوي بين من يسيء إلينا ومن يحسن إلينا، ثم نقبل أو نفرض أو نطالب بأن يكون رب العالمين سبحانه وتعالى مساويا بين الصنفين؟ هذا لا شك ولا ريب قسمة نظيفة، هذه لا يمكن أن تصلح لا عند البشر ولا هي صالحة في قانون البشر. طبعا هؤلاء المنتسبين إلى الفكر الإسلامي لما يقولون الإسلام دين المساواة قلنا بأن هذا ظلم، هذا باطل. نحن نقول الإسلام دين العدالة، نعم الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع كل شيء في موضعه، فإعطاء كل ذي حق حقه هذا عدل. العدل اليوم أن نعطي المرأة أحكاما تناسبها والرجل أحكام تناسبه، أما دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة فهذا ظلم للرجل وظلم للمرأة. فالإسلام يدعو إلى العدالة التي هي فعلا تحقق الخير للناس وهي التي يوافق عليها العقل، ولا يدعو إلى المساواة الظالمة كما يسعى ويريد هؤلاء الذين يثيرون الشبهات نحو الإسلام. لعل الوقت بدأ يداهمنا، أختم هذه المحاضرة الأخيرة بقواعد وإرشادات التعامل مع الشبهات بشكل سريع. أول قاعدة من هذه القواعد كما ذكرنا سابقا، لا تستمع للشبهة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يمتص كل ما يأتي
من الشبهات، بل اجعله كالحجر الصلد الذي إذا أتته الشبهة يعني سرعان ما نفرت منه. يعني بمعنى آخر، نحن يجب أن نبقى في منطقة السلامة، وإذا كنا مضطرين عند ذلك للضرورة أحكام. القاعدة الثانية، لا تقبل نقاش أي شبهة حتى يثبت صاحبها صحتها. في كثير من المرات يخوض بعض الشباب المثقف من المسلمين يعني يتمحل ويتكلف الرد على الشبهات، وهي شبهات كاذبة وشبهات ساقطة. فأولا قل له أثبت لي بالدليل الصحيح أن هذه الشبهة فعلا يعني موجودة. وأما أن يأتي أي إنسان ويتكلم بكلام من رأسه ثم نتكلف نحن بالرد عليه فهذا لا يصح. وأخيرا لابد أن نفرق عندما نرد على الشبهات بين النص الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، يعني نص الوحي، وبين فهم بعض المسلمين لهذا النص. يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا وكذا، يا أخي الشيخ القرآني ليس هو الإسلام، العالم الفلاني ذكر في كتابه، العالم الفلاني بشر يصيب ويخطئ. فلا تتحمل الإسلام مسؤولية خطأ عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو قاضي من القضاة. فنحن في كثير من المرات نرى أن الشبهات تصوب إلى الإسلام وهي في الحقيقة ليست مصوبة إلى نصوص الوحي، هي مصوبة إلى بعض آراء من هنا وهناك. وثم يعد أن هذا الكلام الذي قاله هذا الشيخ هو الإسلام نفسه، وهذا الكلام غير صحيح. أكتفي بهذا سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن كلها، الشبهات والشهوات، وأن يحمينا من كل شر، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا ويثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور، جزا الله دكتور خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله أن يجعل ما قدمه حجة له يوم يلقاه. دكتور حفظك الله، السؤال الأول يقول السائل، هل ممكن أن تذكر النقاط باختصار اللي هي كانت الأصول الرد إذا ممكن؟ نعم نحن يعني نستطيع أن نسودها بشكل سريع. قلنا بأن أصول الرد على الشبهات تبدأ بتعزيز اليقين بأصول الإسلام، وقلنا بأن معناه تعزيز اليقين بأصول الإسلام نريد أن نعزز اليقين بوجود الله سبحانه وتعالى، بأننا بصدق النبوة وخاصة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وبأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذه أصول الإسلام الثلاثة. ثم أتبعنا هذا بأصل فهم الإسلام وفق فهم العرب ومن نزل فيهم القرآن. يعني يجب علينا أن نراعي أساليب العرب وطرق استدلالهم، وألا نأتي بشيء خارج عن اللغة العربية. ثم لا بد من أن يكون فهمنا للدين كفهم الصحابة والتابعين، وألا يكون فهمنا مناقضا لفهمهم. ثم قلنا يجب أن نفهم الإسلام وفق مراد الله تعالى. يعني نحن لا يصح أن نقول الإسلام دين المحبة، الإسلام دين السلام، دين المساواة، دين الحرية. هذا كلام غير صحيح. يجب أن نقرر الإسلام كما قرره الله سبحانه وتعالى، حتى لا نكون نحن ممن يثير الشبهات على الإسلام ويفتر على الإسلام. هذا أصل مهم جدا من الأصول التي نرد بها على الشبهات المعاصرة. ثم قلنا كل طعن توافرت دواعيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد من أعداء الإسلام يومها فهذا لا قيمة له، كحال أنه يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم شهواني لأنه كان عنده 9 زوجات وأنه تزوج عائشة وهي 9 سنوات. نقول لهم لماذا لم يرد، لما يثر هذه الشبهات ويطعن بالنبي عليه السلام بسببها أهل الجاهلية وأهل الكفر، فهذا وحده يكفي لإسقاط هذه الشبهات. قلنا أيضا من الأصول وجوب بناء تصور الشريعة وأحكامها وفق النظرة المتكاملة إلى النصوص، وليس عبر الاجتزاء والانتقاء والأخذ بالمتشابهات ورد المحكمات، وذكرنا أمثلة على هذا. ثم قلنا من أهم 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 أصول رد الشبهات هو سؤال أصحاب الشبهات عن المرجعيات التي يستندون إليها في طرحهم للشبهات. يعني نحن نقول لهم نحن مرجعياتنا الوحي، مرجعاتنا الله سبحانه وتعالى، وما دام الله تعالى هو الذي يحكم فحقه أن يحكم. أما أنتم فكل المرجعيات التي ترجعون إليها مرجعيات ساقطة لا يقبلها العقل، وهي متناقضة، والبشر أنفسهم يختلفون بشأنها خلافا كبيرا، وذكرنا أمثلة لهذه المرجعيات التي
يستند إليها الكثيرون، وهي في الحقيقة لا تصلح أن تكون مرجعية منا. هذا بالضبط ما ذكرناه في المحاضرات الثلاثة، ثم أتبعنا ذلك بقواعد وإرشادات للتعامل ذكرناها قبل قليل. جزاك الله خير دكتور العذر والسمحة. دكتور حفظك الله، السؤال الثاني يقول: ذكرتم العقل عندما يعني يقول الذي يعطي الشبهة أنه مرجعية العقل، نعم، ما الضابط في استخدام العقل للمسلم؟ لأن آيات كثيرة وردت في الحث على استخدام العقل والنظر والتأمل. نعم، قلت أنا الضابط الوحيد هو أن تكون هذه الأحكام التي يصدرها العقل أحكام بدهية، أحكام لا خلاف بها بين البشر. يعني ليس هناك خلاف بين البشر أنه لا يمكن أن يوجد فعل بدون فاعل، وأنه لا أثر بدون مثل. هل هناك خلاف في هذا؟ ليس هناك خلاف، يعني هذا يدركه الطفل ببداهته. وهذا العقل الذي يتفق، يعني الأحكام العقل الضرورية، أحكام العقل البدهية اللي ذكرنا منها، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان، إلى آخر ما هنالك، ومنها على سبيل المثال العدم لا يخلق شيئا. هذه الأحكام البدهية نبدأ بها، فإذا وهي متفق عليه، وإذا أرشدتنا إلى الله سبحانه وتعالى انتهى العقل، أوصلنا إلى الله تعالى، وهنا نستسلم لله تعالى في كل شيء. أما العقل اللي يعني ربما يعني يطلق على الأفكار وعلى النظريات، فهذا أمر لا يصلح أن يكون مرجعا. العقل الذي ينبغي أن نعده مرجعا هو العقل الذي أحكامه يتفق عليها البشر جميعا دون خلاف. أما اليوم والله عقلي أنا أرشدني إلى أن اختلاط النساء بالرجال ليس فيه ضرر، وعقلك أنت أرشدك إلى أن هذا فيه ضرر، هذا لا يصلح. لابد أن تكون أحكام العقل التي نستند إليها أحكام بدهية ضرورية لا خلاف فيها، وهذا يثبت لنا أصول الإسلام. العقل لا يقبل أن يكون هناك قرآن يأتي من شخص أمي عاش في الصحراء حيث لا ثقافة ولا علم، وتأتي فيه كل هذه المعلومات وكل هذه الأخبار الغيبية، العقل لا يقبل هذا. فحكم العقل البدهي أثبت صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، حكم العقل البدهي أثبت أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنحن أصول إسلامنا مستندة إلى العقل في أحكامه البدهية الضرورية، أما الآخرون فليس عندهم لا عقل ولا نقل. جزاك الله خير دكتور. دكتور هذا السؤال يقول حفظك الله: هل هناك مؤلفات تنصحون بها في هذا الجانب؟ والله أنا لم أعثر على مؤلف كامل، يعني هذه المادة صراحة حاولت أن أجمع من يعني أجمعها من أكثر من مصدر، وأكثرها لم تكتب، يعني هي مرئيات. المرئيات كثيرة، المرئيات حقيقة كثيرة، لكن مرجع مكتوب لا شك أنه من أفضل من كتب في هذا الشيخ أحمد السيد حفظه الله. لكن كتابات الشيخ أحمد السيد يعني تنحو إلى المنح التفصيلي الذي ربما لا يستطيعه الكثيرون، لكن الذي يعني أظنه أنه من أراد أن يستفيد له يمكن أن يرجع إلى اليوتيوب. نعم هناك مواد كثيرة جدا موجودة، خاصة على سبيل المثال الشيخ هيثم طلعت له عدة محاضرات جميلة، ويعني بعض المشايخ الآخرين لهم أيضا كلام طيب في هذا. أنا إن شاء الله هذه المحاضرات الثلاثة التي ألقيناها أسعى إلى أن تكون كتيب صغير متواضع، لعل الله تعالى ييسر نشره والنفع به. جزاك الله خير دكتور. بس ما أدري كأن في شخص رافع إيده، هل عنده سؤال ولا مداخلة؟ إذا يسمح الدكتور فيها تفضل. ما أدري هو رافع إيده لكن ما أدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال يا شيخ، هو مرة فاتتك قلت إن في ناس بتسأل إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج ستنا عائشة كان سنها صغير، فإحنا عايزين نرد عليهم الشبهة دي. لما قلنا سنها صغير 9 سنين، إزاي رجل اتجوز بنت عندها 9 سنوات؟ نعم. الرد الشبهة دي تبقى ازاي؟ ما نظر الذهب رد قاطع، يعني من ديهم رد على ايه هو الرد؟ وفي حاجة تانية، وفي سؤال تاني معلش معذرة، اللي هو بتاع انتم اعلم بشؤون دنياكم لما في حديث تقبيل النخل.
ده بيتطبق علينا يعني ينطبق. انتوا انا بقول انتوا عامه شو انتوا هناك، معنى كده ان الواحد يعمل اللي هو ينفع معاه في كل زمن، كل زمن ليه 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 تطوراته. نعم طيب دوت برضه تفسيره ايه؟ طيب اما بالنسبه للسؤال الاول فكنا قد اجبنا عليه في المحاضره الاولى، فقلنا او المحاضره الثانيه عفوا، وقلنا بان هذا الطعن الذي يوجه الى النبي عليه الصلاه والسلام انه تزوج طفله وان هذه البنت كانت قاصره، نقول لو ان هذا الطعن فعلا صحيح لراينا اليهود الذين كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا حريصين على اي ثغره ينفذون منها لينفروا الناس من النبي عليه الصلاه والسلام لطرحوها. لو ان هذه فعلا تعد يعني مطعن بالنبي عليه الصلاه والسلام وقبيحه من القبائح لراينا مشركي العرب اقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسببها، لراينا قريش ضربت الطبول لطرحها. لكن حينما لم نرى هذا، هذا يدل على ان عصرهم ما كان في عندهم مشكله، ما كان عندهم مشكله في ان تتزوج البنت في ذلك العمر، لم يكن عندهم مشكله في تعدد الزوجات، لذلك ما انكروا على النبي عليه الصلاه والسلام تعدد الزوجات، ما كان عندهم مشكله في ان يركب الانسان الجمل ولم يطعنوا بركب الجمل بركوب الجمل او بشرب ابوال الابل. ولا هذه الشبهات شبهات معاصره، فيريدون ان يسقطوا مزاجنا نحن وتغير عاداتنا على ما كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وزمن الصحابه، فهذا يسقطه هذا الامر. ان هذا ليس يعني ياتي انسان ويقول لنا انه الله والله في حديث في صحيح البخاري لا يقبله العقل، نقول له انت بعد 11 قرنا او 12 قرنا اكتشفت ان في صحيح البخاري حديث لا يقبله العقل، ومئات الوف العلماء الذين قرأوا صحيح البخاري ما فطنوا اليه، يعني اي عقل يقبل هذا الكلام؟ يعني مش الصح ان احنا نقول لهم ان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجسم غير الجسم والتكوين غير التكوين، يعني نرد عليهم نقول لهم كده ان وقتها كان التسع سنوات معناها ان بنت بالغه دلوقتي، يعني بنت اكبر من 9 سنوات. هذه نتيجه، هذا الذي تتفضلين به نتيجة، لكن أصل الكلام أن هذا لو فيه مطعن لطعن به من كانوا حريصين على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام والطعن به، فحينما لم يطعنوا ربنا سبحانه وتعالى سجل في القرآن الكريم كل الشبهات وحديث النبي سجلت كل الشبهات التي طعنوا فيه في عرض عائشة واتهموها بالزنا وجاء القرآن وبرأها، فما في شيء خافي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجواب. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم، هذا فيما يتعلق بأمور الصناعة والفلاحة والزراعة والصناعة والأكل والشرب. هذا أكمل دكتور، أكمل دكتور لو عذر السماحة اللي بس اللي بجاق الميكروفون يريت لو يغلقه. هذا حدود الحديث انتم اعلموا بامور دنياكم، هذه حدود الحديث، ولم يقل احد من علماء المسلمين لا قديما ولا حاليا باننا لا يجوز لنا ان نذهب الى الفلاحه الا اذا كان يعني اخذنا ذلك من القران الكريم، واذا اردت ان تطبخي طبخه فعليك ان تراجعي كتب السنه، ما احد قال هذا الكلام. اما ان يقال بان قول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا بامور دنياكم انه لا علاقه للدين بالسياسه ولا بالاجتماع ولا بالتربيه ولا بالفن ولا بالاقتصاد، هذا نقد للاسلام ونقد للدين كله. كلنا يعلم ان شريعه الله سبحانه وتعالى تتناول كل شيء من شؤون كل شان من شؤون الحياه، وما من حركه ولا سكون الا ولله تعالى فيها حكم. إذا لابد أن نجمع أختي آخر كلمة، لابد أن نجمع بين نصوص الشريعة، ولا يجوز أن يهدم بعض الشريعة البعض الآخر كما ذكرنا قبل خليل، لا يتمسك هؤلاء بالمتشابه ليردوا بها عشرات المحكمات، وهذا لا يمكن أن يصدر من إنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى. هو النقاش كان عن الطب النبوي أو الحديث اللي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في الطب نفسه أو في العلاج، فلما نتكلم فيها بيقولوا لنا لا انت اعلم بشؤون دنياكم، ده مش وقت الحاجات دي خلاص اتلغت ايام ما جت التكنولوجيا والحاجات دي، حديث لغت ده كله. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هل هذه الايه قالت ان الوحي الذي ان الذي ينطق به النبي عليه السلام فقط في امور الدين هو الوحي او في كل شيء؟
لما كان ابن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت فنهته قريش وقالت له إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في الغضب والرضا، فالنبي عليه السلام التفت إلى عمرو وقال له يا عمرو اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما خرج من هذا إلا حق، ما يخرج مني إلا حق. فالإسلام دين يشمل كل شأن من شؤون الحياة. هذا الحديث قال لنا في أمر الفلاحة والزراعة وما لم يرد فيه نص أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لكن إذا جاء عندنا أحاديث تقول العسل فيه شفاء نقول هذا أمر طبي ليس له دخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن الكريم يقول فيه شفاء للناس، هل يستطيع أحد أن يقول بالتجربة ثبت لنا أن العسل ليس فيه شفاء فيكذب القرآن على سبيل المثال؟ لا يمكن، لا يصح هذا الكلام، لا يصح. جزاكم الله خيرا. وإياكم أهلا وسهلا. جزاك الله خير دكتور. احنا لعلنا اطلنا عليك دكتور، بس في بعد شخص طالب بمداخله، هل تسمح له ولا؟ انا لا حرج عندي ابدا، اذا تمد ربما انقطعت عندنا فقط الكهرباء فذهبت الصوره والصوت الحمد لله لا زال موجوده. نعم ما في مشكله، تفضل استاذ. السلام عليكم. اسال الشيخ الفاضل، اشكره اولا على المحاضره القيمه، ارجو منه الدعاء لنا بحسن الخاتمه، نسال الله تعالى ان يثبتنا واياك ويثبتنا. آمين إن شاء الله. أسأل فقط عن تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هل يدخل تفسير الآية في مضمون المحاضرة أم لا؟ أود تفسيرها. والله يا أخي نعم تدخل في مضمون المحاضرة من ناحية واحدة، وهي أن لا يتكلف أحدنا التعرف على الشبهات، لا يتكلف أحدنا التعرف على الشبهات، يعني لا لأنه كما قلنا القلب يعني أخي الكريم حساس جدا ويتقلب، يعني بعض الشباب يذهب إلى مواقع النصارى وإلى قنواتهم ويستمع إلى كلامهم الخبيث في يعني الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لماذا تعرض نفسك إلى الفتنة؟ فيمكن لنا أن نفهم من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يمكن أن نستخدم الآية ونفهم منها هذا المعنى، معنى أن الإنسان ينبغي عليه أن يبقى في سلامة ما دام هو على يقين من دينه وعلى يقين من صدق كل أصول الإسلام التي يدين بها. نعم جزاكم الله خيرا. إذن يفهم منها أنها رخصة لنا لا ينبغي أن نتكلف البحث عنها. جزاك الله خيرا. صحيح. نؤمن كما قال الإمام مالك في قضية الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، هكذا. جزاك الله. نعم نعم. لماذا أخذ بالفلسفات ولماذا أخذ يكفيني ما كان عليه السلف، يكفيني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا داعي لكل هذه الأمور التي طرأت من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والقرون الفاضلة. لو أننا عشنا في ذلك الزمان هل كنا بحاجة إلى كل هذه الفلسفات التي تفرض على المسلمين اليوم؟ ما يكفينا ما يسعنا ما وسعهم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير دكتور. أعتقد يعني نتوقف عند هذا الحد. نسأل الله أن يبارك فيكم يا دكتور على يعني ما قدمتم والمعلومات هذه الطيبة والقيمة، وعلى وقتكم الثمين يا دكتور. جزاكم الله خير. أنا أشكر لكم جدا هذه الاستضافة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله تعالى كل خير وبارك الله بالجميع، وأسأل الله تعالى أن يشكر كل من يعني بذل جهدا حتى يعني حصل هذا حتى هيئت هذه المحاضرة. حياكم. جزاكم الله خير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.